وصلنا هذا المدخل، اما ما تخيلتوش كبير كما هكا من البعيد. هاكي فيه. هاي السلام عليكم، اجي الجلطة وكذا. في بالك اللي احنا تو قاعدين نمشي في وسط اصحاب فيديو اليوم سبيسيال على الاخر. انا متواجد في مدينة تبرقة على خاطر من هنا باش تنطلق الرحلة البحرية للجزيرة اللي باش نمشي ولها اليوم. قررت نعدي 3 ايام في جزيرة جالطة، اكثر جزيرة غامضة في تونس. خلينا ما نسبقوش الأحداث ونبداو من الأول بالكل. وصلت المدينة تبرقة قبل موعد الرحلة بنهار، يعني اليوم نهار كامل عندي وقت فارغ، ما حبيتش نضيعه وقررت نستغله في جولة في المدينة. تبرقة أو عاصمة المرجان، واحدة من أجمل المدن الساحلية اللي عندنا في تونس. اليوم مانيش باش نكون وحدي، جاوا معايا زوز أصدقاء، هذا أمين وهذا إبراهيم. وأول حاجة جبدت انتباهنا وقت وصلنا هي قلعة موجودة فوق جبل. طقس سخون برشا برغم اللي سبتمبر عدو فيه، العرق يجبد، الطقس متاع تبرقة شايح، فما نسمة ما عرفتوها كالنسمة شايحة قايلة مقايلة برغم اللي مازالت 8 نتاع الصباح. أول حاجة قررنا نطلعوا لك القلعة ونستكشفوها شنية، وعلى طول الطريق كنا نشوفوا في بني قديم مكسر، أكيد كانت حاجة كبيرة مبنية لهنا ومن شكلها ظاهرة اللي هي تعود للحضارة الرومانية. يا معلم الله صعد رايك في طلوع صعد اخويا كيسح هما كان هذاك يبرطة. المهم هو بدأ يقرب قدامنا نورمال موعدنا وصلنا. الحلي هذايا مصنوع من المرجان وهي حرفة منتشرة برشا في المدينة لهنا. القلعة اللي نمشي قدامها انا تو اسمها تاباركين دو بايز، وهي بنية بناوها الرومان قديما. لحظة شكون لاحظ حاجة غريبة في الموضوع؟ القلعة اسمها تاباركين والمدينة اسمها تبرقة، فقتوا بها ولا لا؟ صحيت اسم المدينة اشتقوه من اسم القلعة هذه. يلا برك يا نسيم نعرفوها يا اخي، جبت الصيد من وضنه وانتي تو. هاني سكت، يلا نكملوا. وصلنا هذا المدخل، فيو على البحر كما تشوفوا على الغابة، اما ما تخيلتوش كبير كما هكا من البعيد. اهالي المنطقة لهنا يسميوا البلاصة هذه تزيرة، خاطر البحر يدور على المنطقة هذه من 3 جوانب، يعني البلاصة هذه تعتبر شبه جزيرة. قعدت نمشي حتى لين الطريق وفاه ونشوف في باب أزرق كبير مقابلني، وكي وصلت اكتشفت اللي المكان هذايا هو عبارة على منارة، منارة تبرقة. أما للأسف لقيت الباب مسكر بقفل. ليه عاد بعد التعب هذا الكل والطلوع لهنا نلقى الباب مسكر وما نجمش ندخل؟ جاتني خيبة أمل كبيرة وقعدت بحذ الباب نرتاح ونستنى يخرشي واحد منه، وإلا يجيش الحارس متاع المنارة هذية يحل الباب ونطلب منه أنه يدخلني. أما للأسف قعدت أكثر من ساعة ونص وأنا نستنى غادي وشي ما فما حتى صوت وإلا حتى بشر ظهر في المكان هذاك. على هذاك استسلمت وعرفت اللي البلاصة هذية ما فيها حتى حد، وقررت نرجع ونهبط من البرج على خطر زايد باش نضيع نهار كامل وأنا نستنى لهنا. بعد ما هبطنا دخلنا القهوة باش نرتاح، وفرد مرة نشريو فطور متاع نص النهار. خذيت ساندويتش وقررت نرجع للبيت باش نفطر الغادي. هاكونا ماتاتا، هاكونا ماتاتا. هاكي فيه. بعد ما ضيعنا الصبحية في المنارة الفوق قررت نستغل العشية ونعمل جولة في المدينة الكل، وأول بلاصة مشيت لها هما إبر تبرقة. والإبر هما صخور طبيعية واقفين على شكل أبراج على حافة البحر. قررت نمشي ونكمل الجولة متاعي، وهذوما لقطات من الأماكن اللي مشينا لهم.
قمة خضار عالية تحسهم فوق الديمة حبيت يلا قمة ماما هدو مية ذك بقى يتحركوا هكذا عرفتها؟ ايه هذا مسم بالعربي بنياتها مدرجة مدرجة يضحكوا اسمه الليلة قريب يطيح على هذاك تعدينا للسوق باش نشريو شوية ماكلة وشوية حاجات شنهزوهم معانا في الرحلة. وتوا جاء وقت آخر وجبة باش ناكلها في طبرقة وهي العشاء. قررت ناكل حاجة خفيفة باش ما تقلقنيش في الفلوكة من بعد، وصحابي ما حبوش يسمعوا كلامي وتعشاو مقرونة. هذه باش تكون آخر جولة في مدينة طبرقة المزيانة على خاطر الرحلة متاعنا مازالولها 3 سوايع أكا هو وتبدأ. هاي السلام عليكم مجيء الجولتة وكاو قبل ما الرحلة متاعنا تبدأ يقوموا أعوان الحرس الوطني بتفتيش الأمتعة متاعنا الكل على خاطر جزيرة جالطة تعتبر محمية وممنوع باش تهز معاك أدوات الصيد الغادي. بعد 4 سوايع بالضبط جزيرة جالطة أخيرا ظهرت قدامنا، وهذه كانت أول مرة نشوفها قدامي وتصدمت من الكبرى متاعها. كيما تشوفوا ما كناش وحدنا اللي فرحانين اللي وصلنا للجزيرة، حتى الدلافين عملت لنا استقبال حار. وبعد 4 سوايع ونص بالضبط أخيرا وصلنا لميناء جزيرة جالطة، ومن هنا باش تبدأ المغامرة الاستكشافية اللي باش نعيشوها مع بعضنا طيلة 3 أيام. أول حاجة قررت نعملها هي اني ننصب الخيمة متاعي في البلاصة اللي باش نبات فيها في الليل، وبعد ما نكمل باش نهبط للبحر. ما تتخيلوش كمية الحماس اللي عندي. آي 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 من البحر لهنا يا معلم، الماء صافي بطريقة ما تتخيلوهاش يا جماعة. وبحكم اللي جزيرة جالطة محمية طبيعية وممنوع الصيد فيها، باش نشوفوا كمية متاع أسماك لهنا عمرنا ما شفناها في حياتنا. وأول حوتة عرضتني هي سمكة لابرويز فيريديس. الحاجة اللي لاحظت على الأسماك لهنا إنهم ما يخافوش من الإنسان جملة، يبقاو يعوموا بحذاك وما يهربوش منك على عكس الحوت اللي مستانسين بيه. وسبب الحاجة هذه هو إنه الحوت استانس بالعباد اللي يجيوا لهنا ما يمثلوا حتى خطر عليهم، على خطر كيما قلت لكم راهو الصيد لهنا ممنوع جملة. يعني الناس الكل اللي جاوا للجزيرة لهنا قبل جيست تتفرجوا في الحوت وروحوا، والأسماك استنست اللي الإنسان لهنا ما يمثل عليها حتى اختر جيست يعوم معاها وكهو. على هذاك ما عادش يهربوا منه، تي بالعكس كي يشوفوك يجيوك يجريوا. بقيت نمشي على الشط ولاحظت حاجة غريبة برشا، لاحظت اللي فما برشا أنقاض متاع سفن غارقين لهنا بكمية يا جماعة ما تتصدقش. الشط الكل حديد، وعلى قد ما تمشي على قد ما تلقى حطام متاع سفن غارقين قدامك. وكي سألت على الحكاية قالوا لي اللي الجزيرة هذه قريبة برشا من الجزائر، وأغلب الفلايك متاع الحراقة الجزائريين والتوانسة بالطبيعة يخرجوا لهنا.
يوليو يربطوا أكسفن اللي خرجوا لهنا في الشط حتى لين بالوقت يقوم عليهم البحر ويغرقهم في المكان هذا. يعني أنا توا نعوم في وسط مقبرة حقيقية للسفن، وأنا هكاك نشوف في حاجة قاعدة تعوم فوق الماء، وكي قربت لها اكتشفت اللي هي حبل، حبل قديم برشا لدرجة إنه الطحالب البحرية نبتت عليه. زدت قدمت القدام شوية وما بين الحطام متاع السفن لقيت هذه طنجرة وإلا سحفة ينوكس، وظاهرة اللي قديمة برشا على خاطر الأعشاب نابتين عليها زادة. ممكن ترجع الأشخاص جاوا هنا قبل وإلا كانت في واحدة من السفن الغارقين. قررت نبعد على الشط وندخل للداخل شوية، وتفاجأت بكمية قناديل البحر اللي لقيتهم الغادي، أعداد كبيرة ما نجمش نوصفهم لكم يا جماعة. البحر معبي بيهم، وما بينك القناديل لمحت حاجة في الرمل في قاع البحر، سمكة سول كبيرة راقدة على الرمل وتغزر لي، ومعاها بنتها زادة ما هيش وحدها. قعدت نتبع فيها ونعوم معاها حتى لين هزتني بحذا كائن آخر. شفتوه يا جماعة وإلا لا؟ هاني وقفت لكم التصويرة تره ثبتوا صحيت. شفتوها كالسمكة اللي دافنة روحها في الرمل؟ الحوتة هذيك يا جماعة اسمها ويفر، وفي تونس لهنا عيطولها الزرزومية، وهي سمكة سامة برشا عندها شوك مسمام فوق راسها. كان الله لا يقدر ما شفتهاش وحفزت عليها، تسبب لك ألم قوي برشا ما تنجمش تستحمله، ومشكلتها أنها تكون متخبية في الرمل وما تنجمش تشوفها وقت تكون تعوم. وما هيش هي وحدها اللي سامة لهنا، حتى البيلاجيا هذه عندها ضربة يا لطيف. برشا ناس في بالهم اللي السلاحف البحرية هي الكائنات الوحيدة اللي تنجم تاكل قناديل البحر، واللي ما يعرفوهش اللي فما أنواع متاع أسماك زادة تتغذى على قناديل البحر كيما لوبلاد والديبليديوس سارجوس. هذوما زوز أنواع يعاونوا بارشا في الحد من أعداد قناديل البحر في الشواطئ، ولو كان مش هما رانا ما نجموش نعوموا في البحر أصلا. وانا هكاكا جبدت انتباهي حاجة تلمع في القاع اللوطة، هبطلها شنشوفها شنية. من الأول في بالي بيها طنجرة كيما اللي لقيتها قبيلة، أما كي قربت لها عرفت اللي هي كالكاش متاع لنبوبة متاع الشارع. عرفتوه كعمود النور اللي يكون في الشارع يا جماعة؟ هذايا الغطاء متاع لنبوبة متاعه. أما سؤال، إيش مجيبوا الجزيرة تبعد أكثر من 60 كيلومتر على الشط؟ حاجة بيزار على الأخر. لهنا شفت سمكة كبيرة شوية راقدة تحت حجرة، هبطلها بشوية باش ما نفجحهاش وبديت نقرب لها. أما فاقت بيا فخر لحظة ومن الفجعة هربت. شفتوها كل منان كيفاش غبرها الدنيا تحته؟ مسكين كان مقيل وأنا جيت فيقته من النوم. تلفت بجنبي وشفت أسماك أورفي متعدين بحذايا. الحوتة هذيك سريعة برشا وتتغذى عن طريق صيد الأسماك الصغار. وتوا يلا خلي نمشي ونكمل الجولة متاعنا. ما مشيتش برشا وشفت أخطبوط قاعد يعوم بجنب لقشة حديد متاع سفينة غارقة. ترهيجة خلي نهبطوا ونصوروه من القريب. شوفوا يا جماعة المخلوقات البحرية لهنا ما تخافش من الإنسان. شوفوا برغم اللي قداش قربت له ما هربش مني وقعد واقف في بلاصته، والحجم متاعه يا جماعة كبير ما شاء الله. هو توا نورمال ما موسم صيد الأخطبوط تحل، أما مدامني في محمية لهنا لازمني نحترم القوانين وما نمس حتى مخلوق بحري يعيش لهنا. أما الأخطبوط هذا يعجبني وحبيت نعمل له فيديو مزيان، على هذاك خلطت في جرته وقررت نشده باش نصوره. شوفوا هرب وتخبى في لقشة حديد أخرى متاع سفينة غارقة. السلام عليكم يا خويا، بالله إيجا باش ناخد دقيقتين من وقتك نصورك، من بعد نرجعك وين كنت. أي يعطيك الصحة ويرحم والديك، وتوا باش نقولك باي باي، وصدقني يا خويا مزيتك عمري ماني باش ننساهالك. وتوا قررت نخرج من البحر، أتوا غدوة نختص ونعملوا جولة باهية. فما عين غادي؟ وين فهم؟
سمعت اللي فما عين متاع ماء عذب موجودة في الجزيرة لهنا، ولازمني نمشي نعمل دوش على خطر باش نتسلق لأعلى الجزيرة، وما نحبش بدني يقعد بالماء المالح. واللي سألناه على العين ما قللنا حتى شيء، قللنا غير أهبط الدروج تلقى جعبة، وكي تجبد الجعبة الماء يجيك. ومن هنا باش تبدأ رحلة فك اللغز والبحث على العين متاع الماء العذب. كابت باتيل لقد شنية فا جعبه ها انا ودروج شنو نعطوك باش نلقاو الجعبه ها فدروج تلقى جعبه خليه جعبه ماما مولا هنا قدموا برا قدموا فتدروش تلقى جعبة كلمة السر أهبط تدروش تلقى جعبة مش نلقاو العين ساعة نمشي وتوه الدروج ما لقيناهش ها آه ما ظهرش ها آه ولقينا لقينا كلمة السر لقينا كلمة السر اهبط دروج تلقى جعبة ترى كان اهبط اهبط دروج تلقى جعبة حط التليفون هنا وشنو كلمة السر الاخرى هاي نحي المخطاف قالك تلقى الماء ما يمشي شنو تعمل نحي البيكي ولا المخطاف اجبد هذيك اش اجبدها هذيك اش اجبدها هذه اي صحي تاي اوه اوب كيفاش ندوش لهنا ها معلش اهبط يس اه فتدروش تلقى جعبة كلمة اليوم هذا يا اليوم اوه بارد يعمل فيه زيد اه اهلي يا خالي باي برا باي باي قص قص هذا فكر هذي عيد مو هذا الحظ هذا هذا فانتا كوري فاستا كوري اوه الحمد لله فكينا اللغز قالهولنا واحد قعدنا نمشيو على طول الجزيرة ونلوجو في هذه أهبط الدروج تلقى جعبة اجبد الجعبة الماء يشيك لقينا الوان بيس تقريب هذا الوان بيس اللي لوج عليه لوفي عين في بلاصة كما هكا مش رحمة هاي ملاحظة لقينا الدروج هذايا اللي معايا هو قالي بكشي نطلعو بعد نهبطو اللغز يقول أهبط من الدروج تلقى جعبة قالي بكشي نطلعو نعاودو نهبطو هاو فما كاف لهنا مقبض قديم اكيد لهنا درا شنو كان فما لا علينا هذاك زاد سيمان قال ممكن يكون فيها لغزه
هذا هاي دا شنو كان مبني ها؟ لا على عيني. لا عايش. كان على عيني ولقيناها. هو سيرو درا شنو كان على خاطر السقالة لهنا. السقالة قديمة. تقريبا برد برد قبل كان لهنا. ثم حجرة بزار برشا. تحسها كجبس الهند مش حجرة. وهي حجرة سبحان الله. هي الآلة هذه الله أعلم. اللي عنده أي فكرة يقول لنا عليها شنو هي. فرش. فيها محول نووي. شنو تنجم تكون هذا؟ هذه هي موتور تاع ماء. موتور تاع ماء؟ موتور تاع ماء معناها. ها يجبدوا الفلاك. يجبد الفلاك. ينجم يكون. ينجم يكون. بعد ما عملنا دوش توا جاء وقت قهيوة ونرتاحوا شوية ونستعدوا باش نتسلقوا للقمة متاع الجبل. بدينا نلموا في رواحنا وباش نطلعوا الكلنا للقمة متاع الجبل الفوق. متحمس برشا باش نشوف شنو موجود في القمة الغادي. هيا بدينا طالعين ومتوجهين لمركز الحرس الوطني اللي موجود في الجزيرة. على خاطر ممنوع تطلع للقمة متاع الجزيرة وحدك، لازم يرافقك عون من أعوان الحرس الوطني. جزيرة جالطة منعزلة على العالم الخارجي بطريقة ما تتصدقش، ويعيشوا فيها فصائل متاع حيوانات نادرين برشا، وفما حتى نوع من الطيور ما تلقاه في حتى بلاصة كان في الجزيرة هذه. ومش كان الحيوانات، حتى لهنا تلقى برشا أنواع متاع حشرات غريبة ومختلفة كيما العنكبوت العملاقة هذه، أول مرة نشوف منها في حياتي. حتى الصخور لهنا غريبة، تحسها كانت بركان البلاصة هذية ولا حاجة كيما هكا. ولهنا كانت لي الصدمة اللي بالحق، لقيت شجرة متاع كرموس قدامي. ومش هذا اللي صدمني، اللي صدمني اللي لقيت برشا ديار لهنا مهجورين. بالله لحظة يا جماعة، نحب نقابل المهندس اللي صمم الدار هذه هكا في وسط الطريق قدام الناس الكل. الحسيلو يا جماعة، أنا توا موجود في وسط قرية مهجورة. الجزيرة هذه كانوا يعيشوا فيها سكان قبل، وما نعرفش شنية الحاجة اللي صارت لهنا اللي خليتهم يخليوا ديارهم ويهاجروا من الجزيرة للأبد. ومن بعدهم جزيرة جالطة قعدت خالية جملة، ما تلقى فيها كان الحرس الوطني والجيش أكهو. وممنوع إنك تزورها، حتى لو عندك القارب متاعك ممنوع إنك تجي لهنا، يلزمك رخصة باش تجي لجالطة. يعني من غير رخصة مستحيل إنك تحط ساقك على الجزيرة. أنا توا قاعد نمشي في وسط القرية المهجورة اللي موجودة لهنا، وكيما تشوفوا مازال فيها أشجار مثمرة عايشين من وقت اللي كان فيها سكان قبل، كيما البرتقال والكرموس والزيتون والتمر والتوت وبرشا أشجار أخرين. ومقعدوا من السكان كان الأشجار هذومة والأطلال متاع الديار اللي خليهم وراهم. يعني الجزيرة هذية بالحق تعتبر الجزيرة المفقودة في تونس. أنا واحد من الناس عمري ما تخيلت أني باش نلقى الحاجات هذومة لهنا. وزيد الجزيرة تحسها غامضة برشا، حتى وقت عملت عليها بحث على الانترنت ما طلعوا ليش برشا معلومات، جيست طلعت لي بلاصتها ومساحتها والمكان اللي متواجدة فيه أكهو. حاجة أخرى يا جماعة، جالطة راهي ما هي جزيرة واحدة، هي أرخى بيل متاع جزر، وبالضبط تتكون من 6 جزر. وغدوة إن شاء الله نهزوا الفلوكة ونزوروهم الكل. بنفهم حاجة برك، موسع بيلو اللي قاعد يعمل فيها هذه طالع من غادي شو يرصف الحجر بالطريقة هذه. هذا كل أصحاب تحسها دنيا زوز متر القدام وكها وتوفى الكرة الأرضية توقف من الإحساس. Thank you.
باب. منظر ياسر جميل. ياسر بنا ياسر بنا محلية تونسك. المفاجأة وقت قريب نوصل لفوق لقيت دار. نحب نعرف شكون طلع الماتريال نتاع البني لهنا. تخيلوا دار رخص ترى شيء اللوطة. اللوطة ما تشوف حتى شيء. دار في القمة. شو نحب نعرف انا الماتريال نتاع البني شكون طلعوا حتى لهنا وكاهو. طول عمري نسمع يقولوا وسط اللا مكان. حتى لين وصلت لها البلاصة نتاع وسط اللا مكان. تخيل فما نسر نشوف فيه ما نعرفش الكاميرا جابته ولا نسر يطير تحت يعني باش تفهموا الارتفاع. اه يا يا هذه اكيد كانت مناره فوق هيك ظاهره. باش تزيدوا تاكدوا اللي هي كانت مناره هذه الفتحه كانوا يطلعوا باش يشعلوا المناره منها. كان فما سلوم لهنا نورمالمون. ظاهر البنيه قديمه برشا وعلى ارتفاع عالي برشا. هذوما البتريات اللي كانوا يستعملوهم في تشعيل المنارة قبل. المنارة كلها اختفت وقعدوا منها كان الأطلال متاحة والبتريات هذو. شوفوا النيفو تاع السحاب. حاجة أخرى يا جماعة نسيت ما قلتها لكمش. الجزيرة ما فيهاش ريزو جملة. حتى كي طلعت للقمة لهنا باقي شيء. إحساس الحرية اللي عشته في القمة لهنا وكمية الطاقة والأدرينالين اللي جاوني حاجة باش تقعد لي راسخة في مخي للأبد وباش نحكيها لولاد ولادي. كاميرا طاحت شارج والمهم تويكا هابطين هاني نكمل لكم بالتليفون. عندنا الضوء خاطر الدنيا باش تظلم نورمال مون ونتقابلوا لوطة. هكا تعدالي النهار الأول في الجزيرة المفقودة وبهكا نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من فيديو جزيرة جالطة. ما نجمتش نحط لكم الرحلة الكل في فيديو واحد الله غالب باش نراقب تفاعلكم مع فيديو الجزء الأول هذا وكان لقيت تفاعل كبير نهبط لكم الجزء الثاني على قريب. على هذاك قبل ما تخرج من الفيديو تأكد انك حطيت لايك وأهم حاجة انك تشترك في القناة باش يجيك إشعار وقت يهبط الجزء الثاني. يا بسم الله. يا مقلوبات يا مقلوبات يا مقلوبات يا مقلوبات.